السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات قناة كويزين تيما. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه دي بني غزالين رائعين اللي قول قوتي كيجيو شهوة منهم كيجيو تماما فحال اللي كنشرو من المحلات على برا. وهذا الفيديو غادي يكون بتعاون مع قناة تحية الجزائر اللي تشرفت بالتعاون معها، واللي كندعوكم انكم تشاركوا في القناة ديالها وتشوفوا الوصفات ديالها لانها فعلا تستحق. وغادي تقدم لكم هي بالدور ديالها سفنج على الطريقة الجزائرية، وصفة رائعة كنتمنى انكم تكتشفوها. غادي نحط لكم الرابط ديال الوصفة والرابط ديال القناة في صندوق الوصف. وبلا ما نطول عليكم دوزو دابا على بركة الله المقادير. بالنسبة للمقادير عندي 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات على حسب حجم البيض وعلى حسب نوعية الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. عندي 75 مليلتر ديال الزيت او لا كيف كتشوفوا كاس لاروب ديال الزيت عبر كاس العنبة. عندي 200 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ. عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية او لا 10 غرام. عندي 2 معلقة كبار ديال السنيدة مع 4 معلقة صغيرة ديال الملح. عندي 2 بيضات وعندي ساشي ديال الفاني. وبالنسبة للفاني هذا للنكهة، تقدروا تنكهوه بالنكهة اللي نتوما تبغيوها بالبرتقال ببشر ديال الليمون، المهم كل واحد على حسب اشنو بغى. دوزو دابا على بركة الله طريقة التحضير. كناخد اناء كندير فيه الحليب الزيت، عندي المكونات كلها، 2 بيضات، كيس ديال الفاني، 4 معالق ديال الملح مع 2 معالق كبار ديال سنيده و 4 معالق صغيره والخميره. كنخلط هاد المكونات غير هكا تخليطه خفيفه. وبالنسبه لطريقه العجن، يا اما تعجنوهم باليد اولا تعجنوهم بالعجانه الكهربائيه اللي متوفره ليه، يعني ما كتختلفش النتيجه كتبقى هي هي. المهم هو مده الدلك خاصها تكون 10 دقائق، معروفه البيني يعني باش كيخرج هذيك النتيجه بحال البيني اللي كيتباع في الزنقه خاص 10 دقائق على الاقل. ندوزو دابا باش نعجنوه. غادي نبدا كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجين لين وما يكونش قاصح. غادي يكون انا نوريكم القوام ديالو. ملي كيتجمع ليا العجين غادي نخليه يتدلك 10 دقائق، يعني دلكوه يا اما بيديكم، هانتوما راه كتشوفوا مابقاش كيتلصق، دلكوه يا اما بيديكم يا اما بالعجان. وبقات ليا 100 غرام ديال الدقيق، يعني خدم مني 500 غرام ديال الدقيق. ودابا نكتب لكم نوعية الدقيق في صندوق الوصف. من بعد 10 دقائق هانتوما كتشوفوا يكون حصلت على واحد العجين بهذا القوام. غادي نزولو من لوبوط، هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون، كيكون لين. غادي نديرو في شي بواطا اللي كتكون عندكم محكمه الاغلاق. غادي نسدو وغادي نخليها على حسب درجه الجو، يعني تقدر تبقى ساعه ساعتين ربع ساعه في الصيف، المهم على حسب درجه الحراره ديال الجو. المهم خاصنا الحجم ديالها يدوبل ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا المراحل. هانتوما كتشوفوا الحجم ديال البيني ديالنا ديال العجين ديال البيني قداش ضاعف. كنرش سطح العمل بالفرص، هانتوما كيكون كيتغونفلو بزاف، وكنعاود نقلبو سطح عمل مرشوش بالدقيق. كنجمع العجين كنرش بالدقيق، كنحاول ما نخرجش بزاف هذاك الهواء اللي كيكون تجمع ليا فيه. بسم الله. وكناخذ واحد قطعه فحال هكا وكنبقى كنقطع لي بيني ديالي، قلت لكم ما يكونوش رقاق، خاص يكون السمك ديالهم غليظ تقريبا واحد سنتيم وشي حاجه، هي شي حاجه يعني واحد ونص. كنجيب واحد بلاطو كنرشو بالدقيق على هذا الشكل صافي، وكنزول لي بيني ديالي بهذا الشكل في البلاطو. كنوريكم باش تشوفوا السمك
ديالهم قداش كيبقى، يعني كيبقى واحد ونص. كيف كتشوفوا لي بيني ديالها هما، كنعاود نرش عليهم بالدقيق من الوجه باش ما يلصقوش ليا. غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونتسنى عليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. كندير حبه اخرى تقلى، ملي كتشبر فراسها من تحت كنبدا كنخوي عليها الزيت. الزيت النار تكون على نار متوسطه، انا درتهم كبار، تقدروا ديروهم نتوما صغار. صافي كنقلبها. ملي كتحمر ليا على الجهتين كنحيدها كيف كتشوفوا وكنديرها في الكسكاس. عندي سكر سنيده كنزيد عليه كيس ديال فاني. كندوز الحبات ديالي بسكر سنيده على هذا الشكل. على هذا الشكل وكنحطهم في طبق التقديم. وندوز نكمل عمليه القلي ديالي كلها. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا، غادي ناخذ الحبه ديال البيني وغادير فيها تقيبه هكا. هنوريكم عندي في هاد لابوش لا كونفيتور. هناخذ لا كونفيتور وكنديرها فلابوش وكنبقى نعمر حتى كتبدا تخرج ليا العماره. بهذا الشكل هو كذلك بالنسبه لهادي. كندير تقيبه كندخل فيها الراس ديال لابوش ونستمر في حلقه حتى نكمل الكميه كلها ديالي في الحشو. الحشو كيبقى لكم اختياري، كل واحد يحشيها داكشي اللي كيبغي، يا اما لا كريم باتيسيير يا اما كل واحد يعمرها بالحشو اللي كيبغي. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالنا. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو مفسفسين مقطنين وكيجيو رائعين. وما تنساوش ضغطوا زر الاشتراك الا كانت اول مشاهده لكم القناه، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وإلى الملتقى إن شاء الله مع فيديو آخر، والسلام عليكم.